طبعا بعد هذه التصريحات التلفزيونية والتي أزعجت بعض النواب، وقاموا بالضغط على شرطة البصرة لاعتقال الضابط علي المالكي مرة ثانية. هذه المرة قام الضابط علي الشياع بتوثيق لحظة ذهابه إلى التوقيف بعد صدور أوامر بتوقيفه على خلفية اللقاء الصحفي الذي ظهر به وتحدث عن حقائق بشأن اعتقال المهربين وعن اعتقاله وما تلقاه من تهديدات في الاعتقال وقبل الاعتقال. دعونا نتابع. أنا حاليا متوجه للتوقيف إلى السجن برجلي رايحة، من العلم ما حد لا مفرزة ولا شيء، مجرد نادوا علي بالجهاز أنا رايح. خلي أحزابكم تفيدكم، خلي أحزابكم تتحكم بيكم، بس أنا ما أتحكم بي الأحزاب ولا أعترف بيها ولا أريدها. أنا عراقي وأحب بس بلدي. في أمان الله.